السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، أيها الحرفيين، في الحصة الماضية كنا تكلمنا عن أنواع الفرامل الكهربائية. هذا النوع من الفرامل تكلمنا عليه جيدا، وكانت دراسته في محلها. اليوم سنتكلم عن كيفية عمل هذه الفرامل الكهربائية أو لي فران إلكتريك. Comment on va faire des installations électriques? Comment on va faire des installations des moteurs freins? Les installations des moteurs freins, c'est le schéma électrique qui va se faire. Il y a RST, c'est l'entrée de l'eau. Il y a une première plaque du moteur, c'est-à-dire UVW du moteur, XYZ du moteur. هذا الموتور البلاكسيناتيك ديال هاد الوجه ديال الطو كيكونوا فيها هذا الكوبلاج اللي كيدار فيها. وهادي لا دوزيام بلاك ثاني ديال اش ديال الفريناج. هنا كاين لي ريزيستونس، هما هنا كاينين في الشن. دابا اون فو فير لابليكاسيون اوتيليزي. قالك لي موتور فران تروف سون اوتيليزاسيون دون توت لي جون de machines, outils et appareils de lavage qui nécessitent de fréquents conseils et stoppage de sécurité. Parmi ces appareils, on peut citer les machines suivantes: automatiques, diverses. Quelles les machines automatiques diverses, les ponts roulements, les cisailles à guillotine, les ponts roulements et l'inverseuse de rotation des moteurs à synchron, triphasé à cage. Je vais vous expliquer en arabe pour que vous compreniez. Il y a des freins qui sont faits ici. كيكونوا في هاد الحالات التالية. كاين واحد الانواع ديال اللي ممكن الات، كاين الات اللي كيكونوا كيدوروا، اولا الالات اللي كيدوروا في اتجاه وفي اتجاه، اولا الالات اللي كيقطعوا. هذا بغا يتقطع الحديد ولا شي حاجه كنديروا فيهم هاد لي فران مانيتيك. Les méthodes d'inversion de sens de rotation torque, bash, ndiro, l'amalia, diel, khtilaf, dora, diel, muharrik, ou la, le sens de rotation, yel, hajeli, kadur, l'axe. On utilise deux fils sur la plaque, à bord, ou sur l'interrupteur. Imma, kandiro, adouk, jishkhiot. البلاكه اللي كتفرانا، اولا كنديروهم في الطفايه في الانتربتور بوغ لانترميديير دان انفيرسور تريبولير. هاد الانفيرسور اللي عندنا هنا، بحال دابا عندنا واحد الانفيرسور كيدور، واحد الموتور كيدور لنا في هاد الجهه وكيدور لنا لهاد الجهه، ولكن فيه تري فاز، يعني فيه ثلاثه دي فاز 380، كنهضروش على اولا تيكون حتى 12 فولت ولا 24 ولا شي حاجه، ولكن كيكون تري فازي على حسب الكورون كونتيني ولا كورون الترناتيف. بور لانتونسيتي دي زاباري كونتاكتور، سات ميثود اي اتيليزي سوفون بور لي كوموند دي ماشين اوتي. الالات اللي كيتحتاجو اللي كيكونوا محتاجين وضروري منهم هما اللي كنخدموهم فيهم هاد الحالات، بحال لي رو الروايد، الروايد ديال لي طخان لي ماشين. العربيه راه ما كنفهمش، ولكن المهم كاين لي طخان، لي طخان هما لي ترونسبوردور، اولا في لي رو الروايد ديال الحافلات ولا هذا، كنستعملو هاد لي فري مانيتيك. علاش؟ باش كيساعدنا حالة ما اذا كان مشى لنا الفران ولا شي حاجه كنلقاو هاد لي فري مانيتيك هادو.
ها لي زانفيرسور دو تري بولير، ها هما الانواع ديالهم هما هادو. ها الطريقه ديال الانفيرسور هي هذه اللي كتشوفوا، كاين ار اس تي، هادو 3 فاز، وهذا الكوبلاج اللي كيدار هنا بهذه الطريقه هذه. يعني ضروري يكون الكوبلاج هنا لانفيرسمون دو روتاسيون، وهذا الموتور بالضبط المحرك كيف ما كان، او لا ديسك كيتسمى ديسك، ديسك اللي كيكون في لابلاك ديال الرويضه او لا في التران ولا شي حاجه، هو اون لابيل موتور. هنا الفريناج كاين هنا في هذه الحاله هنا كيبقى، ولكن بهذا الكوبلاج على سونس دو روتاسيون ديال الموتور اللي غنخدموه. هالشيما هذيك الاولى كان لانفيرسور تري بولير، دابا غادي ندوزو الشيما دو كوموند، الطريقه باش كتحكم فيه كيدير يتحكم. كاين الار هو هنا، هو والاس هو هنا، كيبان لكم الار هنا والاس هنا، هذه لو شيما دو كوموند ديالو كيفاش كيدار هنا لي كونتاكت لي كاينين، ولا انتربت هادي راه بوطون بوسوار. وهنا كاين الكوموند 1 والكوموند 2، هنا الطريقه باش كيخدم. هاد الام دي ها هي كتشوفوها، ها هي ام دي، شو معناتها؟ بوطون مارش هاري مارش دروا كيمشي على اليمين. والام جي هي التحتانيه، ها هي هي الام ام جي، هي مارش بوطون مارش كوش كيمشي على الشمال. والسي ان والسي دو هما هادو سون دي بوبين دو كونتاكتور سي، هادو دي بوبين ديال لي كونتاكتور جوج كتشوفو. دابا قلنا لانستالاسيون انفرسور، يا دي هادي تا اخر حصة لا غنمشيوها، انستالاسيون دانفرسور دو سونس دو روتاسيون دان موتور اسينكرون تري فازي اكاش pour l'intermédiaire des appareils à contacteur. هادي الشيما دو فيرويياج ميكانيك ديالو. هاد الشيما دو فيرويياج لي كتشوفوها هي هادي، هادي الشيما دو بويسونس، وكاينة الشيما دو كوموند. دابا هادي غير الشيما الشيما دو بويسونس لي غناقشوها، هادو سي ان و سي دو لي ناقشتلكم دابا عاد عليهم. سي ان و سي دو سون دي بوبين ديال لي كونتاكتور، هادي لا بروميير دوزيام بوبين، وهادي لا بروميير بوبين ديال الكونتاكتور، وهذا الموتور بالضبط، لان عندنا جوج لي كونتاكتور باش كيكون فيه لانفيرسومون دو روتاسيون ديال الموتور، شوف كل دور لهاد الجي ولا لهاد الجي. وهادي لا بارتي دو لاري، وهادي الام دي هي بوطون مارش يدور اليمين بهاد الاتجاه هذا، او لا يدور لنا الاتجاه الاخر بالام دي. يا هادي الام دي هنا، هادو دو سونس دو روتاسيون هنا كاينين. كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه من هذا الدرس، وما تنساوناش من لايك ولي زابوني جزاكم الله خيرا. انا ما نطولش عليكم، علاش؟ باش ما يستافد شويه بنادم، ما يبقاش غير واخد فكره وصافي دايس. هكا نعطيكم معلومات على قد المستوى ديالكم، وان شاء الله غادي يكون في المستقبل كاين ظروف احسن من هذا الشيء. انا كنعطيكم غير هذا الشيء، راني قريت هذا الشيء قديم، انا من 1990 قريت هادشي، 1986 قريت هادشي انا، هاد الدروس هادو، وكنعطيهم للشباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.